لتسليط الضوء على الموضوع معنا من لندن المحلل السياسي العراقي السيد مازن التميمي. أستاذ مازن، بداية مرحبا بك. كل الطبقة السياسية ضالعة في الفساد الحكومي ونهب المال العام بما فيها حزب العبادي، يعني حزب الدعوة نفسه. إلى أي مدى تتوقع أنه ستتم فعلا محاكمة الفاسدين في هذا الحزب بتهمة الفساد وأيضا التواطؤ مع تنظيم الدولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللقناة وللمشاهدين. موضوع الفساد هو لا العبادي ولا غير العبادي قادر على أن يعالج موضوع الفساد، لأن كل رموز العملية السياسية وكل الأحزاب المشاركة بالعملية السياسية هي شريكة بالفساد وشريكة بكل ما حصل من نهب منظم للثروة في العراق، وبالتالي لا يوجد أحد قادر على أن يعالج هذه الظاهرة، كلهم متورطون. وأكثر الأحزاب فسادا هو حزب الدعوة الذي ينتمي له رئيس الوزراء حيدر العبادي، وكلنا يعرف، يعني راح أضرب مثل قد حتى المشاهد يعرف، أنه في زمن المالكي كان المالكي في موسكو وبلغ بأنه هناك وزراء في الدولة العراقية اللي يقودها المالكي طلبوا عمولة على صفقة الأسلحة اللي صارت مع روسيا وكشفها بوتين. فإذا حزب الدعوة والعبادي وغيره من رموز العملية السياسية كلهم متورطون وفاسد بالشيء لا يعرف. فبالتالي هذه كلها شعارات ودغدغة عواطف لغرض الاستهلاك المحلي للانتخابات القادمة. يريد العبادي ومن معه أن يصور للعراقيين بأن هناك حملة ستقضي على الفاسدين لغرض حتى أن يكتب أصوات الشارع، ولكنه غير قادر ولم يفعل. وإذا طيب أراد أن يفعل طيب أستاذ مازن، يعني هناك من يتساءل، يعني ماذا استجد لكي يتهم العبادي هذا الاتهام الجديد، يعني بينما كانت حكومة المالكي تتهم أطرافا إقليمية وعربية وحتى اتهمت أهل المدن التي دخلها تنظيم الدولة بالتواطؤ مع التنظيم؟ أولا موضوع داعش وكيف دخل داعش معروفة هذه العملية، ومن الذي استفاد من داعش؟ أليس إيران بالدرجة الأساسية التي استفادت من دخول داعش لكي تبرر دخولها وانتشارها وسيطرتها على العراق تحت حجة محاربة الإرهاب؟ وأليس المالكي هو من سلم الموصل بدون قتال إلى داعش وتسليم الأسلحة إلى هذه المجموعة الإرهابية؟ فإذا هذا الموضوع لا أريد أن أتحدث عنه لأن مكشوف ومعروف للعراقيين. أما موضوع أنه لماذا الآن العبادي يتبنى شعار محاربة الفاسدين، العبادي يتبنى هذا الشعار لكي يعطي لنفسه صفة وكأنه غير ملوث بالفساد، وبدليل أنه الآن أعلى صوت يتحدث بالفساد. إذا العبادي قادر على أن يعالج هذه الحالة أو أن يحاسب منهم الفاسدين، عليه أن يبدأ برأس الهرم اللي هو نور المالكي وحزب الدعوة. رموز حزب الدعوة جميعهم متورطين، وحتى إذا أراد أن يستند عليه أن يستدعي البرلمانيين الذين خرجوا على الفضائيات وقالوا كل من في العملية السياسية هو سارق. نعم. طيب أستاذ مازن، كما تعلم أن الحديث عن الفساد الحكومي ومحاربة الفساد هو ليس بالحديث الجديد، يعني استمرار الفساد الحكومي كما هو، إلى أي مدى ترى أن العراق مرشح ربما ليشهد هزة كبرى أيضا على غرار ما جرى عام 2014؟ نعم، العراق مرشح لهذه الهزات، لأنه من يحكم العراق هو لا يؤمن بالعراق ولا يؤمن بالشعب العراقي، والشعب خارج اهتماماته. هؤلاء الذين هم على سدة الحكم ثبت بما لا يقبل الشك سراق ويعملون لمصالح أجنبية، وبالتالي نعم قد يكون الميليشيات وسطوة الميليشيات والدعم الإيراني والأمريكي قد يؤثر ويضعف من قوة الشارع، لكنه لا بالمحصلة سينفجر الشارع وتكون المحصلة النهائية هو إجهاض هذه العملية وإسقاط هؤلاء. وثق يا سيد الفاضل، الآن ما يجري في إيران إذا استمر لأسابيع معينة هؤلاء ستجدهم في مطار بغداد ويهربون من العراق، كل منهم يذهب إلى الدولة التي كانت تضمتها، لأنهم هؤلاء كانوا يتصورون أنه إيران وقوة إيران قادرة على أن تحميهم. مجرد الآن إذا استمرت انتفاضة في إيران، هؤلاء يعرفون ليس لديهم رصيد شعبي عراقي وليس لديهم رصيد شعبي، وبالتالي الشعب
تشجع لمطاردتهم. وأنا متوقع وحسب تقديري أتوقع الشارع العراقي سيكون له فعل على الأرض لمحاسبة هؤلاء، ولأنه لا القضاء العراقي نزيه حتى يطارد الفاسدين ولا الحكومة العراقية بها من هو شريف يستطيع أن يتفضل. البعض يتساءل يعني أستاذ مازن، البعض يتساءل يقول إذا كان القضاء بالأساس هو قضاء مسيس، فما الذي بإمكان المواطن العراقي البسيط أن يفعله؟ المواطن العراقي مطلوب منا أن يخرج بالشوارع اعتصامات وإضراب ضرب عام كامل، ومن خلال هذا الفعل يستطيع أن يشكل حالة ضغط على الحكومة وعلى البرلمان. أما الشارع العراقي يستسلم لموضوع القضاء العراقي القضاء هو قضاء فاسد، وكل مرافق الحياة بالدولة العراقية بيقودوها هؤلاء فاسدة من مؤسسات من وزارات البرلمان. بالتالي الفعل هو فعل الشارع، على الشارع العراقي أن ينتفض مثل ما انتفض عام 2014، وأنا في تقديري العراقي يقاتلون على هذا الفعل، وعليهم أن لا يبقوا ويستسلموا لهؤلاء الذين ثبت للعراقي وللعالم أنهم غير عراقيين ولا يمكن أن يكونوا عراقيين ويفكرون بمصلحة الشعب العراقي. وقالها ترامب أنه اللي يحكم العراق وليس عراقيين، فإذا هذه حقيقة. هؤلاء يعملون للأجنبي ولمصالحهم، وبالتالي مسؤولية تغييرهم متروكة للشارع العراقي والشعب العراقي، وهذه مهمة العراقي. يجب أن لا يقبلوا هذا الظلم ولا يقبلوا هؤلاء، وعليهم أن يعولوا على أنفسهم وعلى الله. أما غير هذا لا يمكن أن يستقيم الوضع في العراق. شكرا لك أستاذ مازن تميمي المحلل السياسي العراقي.